عندي فريق اي بقى يعني كميه انتوا تحبوها، عندي معلقتين من الزبده، وعندي 3 اكواب من مرق الحمام. طبعا لو انتوا مش عاملين حمام، انا عشان عامله حمام النهارده فهاخد من المرقه بتاعه الحمام، لو انتوا مش عاملين حمام هتعملوا اي مرقه موجوده عندكم. عندي بصل، وعندي بسله، وعندي جزر وملح وفلفل وصلصه طماطم وكاري وكرفس مفروم. هقول تاني مقادير الفريك، حددوا الكميه اللي انتوا تحبوها. عندي معلقتين من الزبده، 3 كوبايات من المرقه بتاعه الحمام اللي احنا عاملينها، وبصل وبسله وجزر وملح وفلفل وصلصه طماطم وكاري وكرفس مفروم. تمام، تعالوا بقى ايه اول حاجه. عندي شوربه الحمام اهي اللي انا سالقه فيها الحمام زي الفل، شايفين حلوه جدا وجميله، هي دي اللي انا هستخدمها فيها طبعا بقيه البهارات والجزر والبصل وكل الكلام الحلو ده، هي دي اللي انا هستخدمها في الشوربه بتاعتي. هحط الحله بتاعتي على النار كده، شايفين الحله معايا. قبل بس ما احط الحله هقوم هدي تقليبه للحمام اللي بيتحمر ده. تعالوا بقى ايه، هحط شويه زيت في الحله دي، هحط مكعبين الزبده، تمام، وهجيب البصل المفروم، هقرب كده الكرفس، هقرب كل الكلام ده كده، هجيب البصل المفروم وهقوم حطاه مع الزيت والزبده اهو بالشكل ده، تمام، اديله تشويحه حلوه كده. حابين طبعا تحطوا مكعب مرق مثلا خضار، مكعب مرق لحمه، مكعب مرق فراخ، بس انا الحمام عندي الشوربه بتاعته ممتازه فهستخدمها. حطيت شويه بصل كده مع الزبده، هحط معاهم شويه الكرفس، تمام، بسله والجزر فين يا اسلام؟ بالشكل ده كده. حابين بقى تحطوا معاها اي نوع خضار انتوا حابينه تقدروا ان انتوا تضيفوها مع الوصفه دي، بسله وجزر، ممكن نحط شويه ذره حلوه زي ما احنا حطينا، اللي انتوا حابينه تقدروا تضيفوه. حط شويه بسله وجزر كده صغيرين، وهقوم مشوحاهم مع البصل والكرفس ومعلقتين الزبده بالشكل ده اهو، وهبدا احط المرق بتاع الحمام اهو كده بالشكل ده، واظبط بقى الملح بتاعي والكلام ده كله بعد ما احط المرق. انا هحط عليه الحشو اللي انا اتبقى مني من الحمام، لو ما عنديش بقى الحشو ده وانا بعمل شوربه فريك لوحدها من غير ما يبقى عندي حمام او من غير عندي الكلام ده كله، هشتغل باي نوع مرق او مكعب مرق اللي متوفر عندي، وهبدا كمان احط فريك بس مجرد ان انا غسلاه ونقعاه على الشوربه اللي انا بعملها دي، مش محتاجه يعني اعمل له اي حاجه قبل ما احطها في الشوربه. تمام اهو، تمام قوي كده. هحط عليهم شوية الفريك اللي أنا أصلاً كنت مسوياهم من الحشو بتاع الحمام، فمش هياخدوا وقت خالص، هي غلوة يعني يدوب 3 أو 4 دقايق والشوربة عندي تبقى جاهزة. تمام، تمام قوي كده. طبعاً لو الفريك اللي أنا نقعاه هياخد وقت أطول شوية، فسواء عندكم ده أو عندكم ده أو اتبقى عندكم ده أو ده الاتنين تمام. هيبقى عندي الكاري ومعلقة الصلصة، هحط شوية كاري وهحط معلقة صلصة، أنا مش عايزة أحط صلصة كتير، فيدوب يعني معلقة بس صغيرة. هحط بس دي تقليبة كده للحمام، معلقة صغيرة يعني تخلي لي كده إيه، تعكر لي بس اللون بتاع الشوربة كده مش أكتر من كده، مش عايزة طعم الصلصة يبقى جامد. تعالوا نبص على
الفريك لسه شويه. تعالوا بقى نجاوب على الاسئله لحد ما الفريك يبقى تمام. تمام اسلام. عند الفريق المصري. تمام تمام خلاص.